الجيد جدا من قبل اعضاء الجمعيه العموميه والاقبال الكبير في الحقيقه اللي كان متواجد، وده بعد مجهود كبير جدا سواء بذله مجلس اداره النادي الاهلي بشكل كامل، الاداره التنفيذيه وايضا اعضاء النادي الاهلي اللي شاركوا في انشاء او تواجد هذه اللائحه المهمه جدا يا استاذ طارق. منظر يليق بالنادي الاهلي الحمد لله طبعا، حاجه حضاريه بيدي فيها اعضاء جمعيه عموميه للنادي الاهلي المثل في حضورهم وحرصهم على النادي وانهم حراس النادي، وفي نفس الوقت بيدوا فيها قدوه في حته الالتزام اللي كان منهم الحمد لله، سواء اللي ادلوا برايهم بنعم او بلا، كانت حاجه حضاريه جمعيه عموميه لم تشهد اي تراشق اي مشاحنات بين اي حد مع ان الجو كان حار جدا، حاجه راقيه تليق باسم النادي الاهلي. طبعا بعد عمل جاد استغرق شهور يعني اتعمل فيه كل ما هو ممكن لاعضاء الجمعيه العموميه في اطار القانون واللوائح، يعني كل طلبات الجمعيه العموميه اتحط فيها لصالح اعضاء النادي الاهلي ولصالح النادي الاهلي. لائحه ان شاء الله تخش بالنادي الاهلي في منعطف جديد من الاستثمار ومن ضوابط المتعلقه بكل الحاجات اللي تليق باعضاء النادي الاهلي، وتعمل انطلاقه جامده جدا للنادي ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ طارق، الاجراءات اللي هتتاخد او الخطوات اللي هتتاخد عشان يتم الاعتماد بشكل رسمي لهذه اللائحه يا استاذ طارق. ان شاء الله بكره عندنا اجتماع مجلس اداره وبس بعد بعض الاوراق بقى المتعلقه باللائحه اللي هي المستندات الطبيعيه اللي بتقدم للنادي، انها ترسل بقى للجنه الاولمبيه بعد اعتمادها مجلس اداره عشان تعتمد من اللجنه الاولمبيه وتنشر في الجريده الرسميه ان شاء الله، وتبقى واقع ومستقبل جميل للنادي الاهلي وكل محبيه ان شاء الله باذن الله. طيب الله. في شيء ايضا مهم جدا يا استاذ طارق، وهي مباراه الاهلي بعد غد ان شاء الله في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، مباراه الذهاب امام فريق وفاق ستيف في ظل حضور جماهيري ان شاء الله هيكون هام جدا، وزي ما احنا عارفين يا استاذ طارق دايما جمهور النادي الاهلي هو السند الحقيقي لفريق كره القدم ومختلف الفرق داخل النادي الاهلي، حابب تقول ايه في هذه الجزئيه بالتحديد يا استاذ طارق؟ احب اقول هو على مدار تاريخ النادي الاهلي اللي صنع شعبيه النادي الاهلي هو الجمهور. السند الحقيقي هو الجمهور. تمام. بس في تحذير مهم لجمهورنا. تمام. ان ما ينقلبش الجمهور ان هو يكون الحاجه اللي ضد النادي الاهلي. اي خروج على النص، اي حاجات فيها اساءات لاي حد، كلها خروج لا تليق لا بضوابط واقيه من النادي الاهلي. دي نقطه عمالين نقررها بقى لنا فتره، اضيف عليها حاجه ثاني بقى، يعني اكيد اي مندس او حد هيعمل حاجه في لا تليق بالنادي الاهلي فيها اساءه لاي حد وما يكونش في ضوابط في التشجيع وفي دخول المباراه، ده بيضر النادي الاهلي. فانا لا اعتقد ان في حد من جماهير النادي الاهلي يحب يضر النادي الاهلي. اكيد اكيد. فبقى في عقوبات بتحصل في خلافه اللي يعني بنقول خلاص احنا بنقول مبدئيا لا تليق بضوابط ولا بقيم ولا باخلاق النادي الاهلي. مش حاجه خالص، ولسه بضرب المثل بالجمعيه العموميه. اكيد. مفيش حصل اي حاجه في يوم حر جدا، يوم طويل، والحمد لله خرجت بكل الرقي اللي تليق بالنادي الاهلي. يعني المطلوب يا استاذ طارق من جمهور النادي الاهلي ان هو يشجع الاهلي وبس. يشجع الاهلي ويكون حريص على النادي الاهلي وعلى البلد. النادي الاهلي طول عمره هو جزء اصيل من البلد. ان ما يكونش في اي حاجه لا تضر لا منشات ولا تضر ايا كائنا كان سواء الفاظ او غيره، مش هو ده النادي الاهلي. احنا يعني شغالين بقى لنا مجلس اداره بقى لنا داخلين على سنه. تمام. في اطار واحد بنركز في النادي بس. مالناش دعوه باي منعطفات خارجيه او اي حاجات، فهو المفترض النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هو ومتوقعين منه انه يكون على نفس القدر، بس انا بحذرهم مش تحذير ليهم، يعني تحذير من الممكن عشان مصلحه الكيان. من بالظبط كده. بالظبط. ليس تحذيرا للجمهور. اكيد طبعا. النادي الاهلي ارقى ما يكون. طبعا طبعا. تحذير من اي مندس او خلافه او ناس مش قلبها على النادي الاهلي اطلاقا. فجمهور النادي الاهلي يعي كده بس، ولا الهتافات اللي هي تحمل اي اساءه لاي حد، لا دي اخلاق النادي الاهلي. بالظبط. والنهارده بقت تضر بالنادي الاهلي، مش ممكن يكون جمهور النادي الاهلي يبقى في صف الاضرار بالنادي يعني. وخصوصا ان احنا ان شاء الله لو ربنا وفقنا باذن الله في المباراه دي يا استاذ طارق هنتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا، فاكيد هنكون محتاجين للجمهور بشكل اكبر. طب بالمناسبه يا استاذ طارق عايز اسالك سؤال، في حاله ان شاء الله باذن الله تاهل النادي الاهلي لنهائي البطوله دي، هل هيكون في محاولات من قبل مجلس اداره النادي الاهلي ان يتم نقل المباراه النهائيه
للفريق في استاد القاهره الدولي، وخصوصا ان اعتقد في التوقيت ده هيكون الاستاد خلاص كل التجهيزات الخاصه بيه تمت بشكل كامل، وده سعيا نحو زياده عدد الجمهور كمان يا استاذ طارق. الجمهور هو اللي بايده خلاص انه الماتشات ترجع بجمهور مثالي وان يزداد العدد وتتلعب في استاد القاهره، وهو اللي بايده غير كده. يجب ان يحرص جمهور الاهلي ان ما يكونش اي دخيل او مندس بينهم، يعني اي دخيل او مندس هو اللي بيرجعنا خطوات كتيره ورا. النادي الاهلي بمجلس ادارته على راسه كابتن محمود الخطيب ساعه حادثه ماتش منانا، ساعه الهتافات غير اللائقه واللي حصل في الماتش ده، تمام، انعقدنا مباشره وتم تشكيل لجنه للمباريات خصيصا عشان القصص دي، عشان نضمن ان الدخول يبقى نوصل في وقت من الاوقات يبقى كله من خلال النظام الالكتروني بالظبط. يبقى في ضوابط، اللائحه فيها بند كامل بتفاصيله رابطه المشجعين عشان نضمن فيها ان تبقى تحت عباءه ومظله النادي الاهلي بقيمه وضوابطه. فالجمهور هو اللي يملك ان الخطوات القادمه تبقى اوسع واكبر ويبقى في استاد القاهره، ويبقى ان شاء الله هو ده المظهر بتاع جمهور الاهلي بتاع زمان، اكتر من 100,000 متفرج يملاوا الاستاد، وبتعمل حاله معنويه جميله في البلد يعني من كل النواحي. الكلام ده بيأثر على الاقتصاد وعلى السياحه وعلى وعلى، فرجاء ان احنا كلنا نحرص ان يخرج الماتش بالمظهر اللائق ان شاء الله باذن الله. يا استاذ طارق بشكرك شكرا جزيلا. طبعا كان معانا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ويمكن قال رسائل مهمه جدا بالنسبه لجمهور النادي الاهلي قبل مباراه بعد غد ان شاء الله.